ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. أفرأيتم الهمزة للاستفهام، الاستفهام هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما بإحدى أدوات الاستفهام، هذا هو الأصل، قد يخرج عن هذا الأصل كما هنا. فإنهم يعلمون اللات والعزى لأنهم يعبدونها، لكن أتي بالاستفهام هنا فخرج عن أصله إلى أمر وهو التحقير، تحقير هذه الأصنام. وخروج الاستفهام عن أصله يخرج لاعتبارات أكثر من هذا. الاستفهام هنا للتحقير والتوبيخ، لتحقير أصنامهم ولتوبيخهم هم على عبادة هذه الأصنام.